يقال بقى بما ان احنا بس شهر فبراير، شهر فبراير مش بس برد زي ما بدأنا، لكن شهر فبراير هيكون صعب على العالم فيما يتعلق بالطاقة، وانتوا عارفين ان احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في الطاقة في العالم. من يومين نشرت صحيفة الإيكونوميستا الإسبانية تقرير قالت فيه الإيكونوميستا ايه؟ ان فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت لما يقرب من 800 مليار يورو، رقم طبعا كبير جدا. الواضح ان في ازمه وقود طبعا، واحنا عارفين وعارفين ان الازمه دي موجوده بقالها فتره في اوروبا بشكل كبير، بتواجه دول زي ايه؟ بتواجه دول زي بريطانيا، هولندا، المانيا، وده كمان بعد قرار الاتحاد الاوروبي بحظر استخدام الديزل الروسي، وده طبعا بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه ده حصل كمان. الأزمة دي كمان يعني هتنتهي يعني سريعا، والعالم هيشهد زيادة في أسعار الوقود حتى في المنطقة كمان العربية، وده شيء طبيعي. ما هو ما يحدث زي ما اتفقنا، ما يحدث في أوروبا وفي العالم طبيعي جدا، المنطقة العربية هي كمان، لأن احنا بنتعامل في نفس الأشياء تتأثر. خلينا ناخد مزيد بقى من الكلام ونعرف إيه اللي هيحصل بالظبط في شهر فبراير تحديدا، وايه الارتفاعات اللي احنا شايفينها. خلينا نروح للدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني انا اول ما اشوف حضرتك يا دكتور اعرف ان احنا محتاجين نعمل شويه تحليل كده ونشرح للناس. دلوقتي احنا امام يعني ما يحدث سواء بالنسبه للطاقه وما يحدث من ازمات موجوده في اوروبا بقالها شهور، ولكن لماذا تحديدا في شهر فبراير؟ والله يا فندم بسمحي اولا كل سنه وحضرتك طيبه وكل حضرتك العالم طيب. كله طيب بمناسبه الاسراء والمعراج، ويا رب مصر تبقى طيبه وفي احسن حال يا رب. خلينا نقول مش من شهر فبراير بس، لا ده مؤتمر دافوس اللي فات، العديد من خبراء الطاقة أطلقوا العديد من التصريحات حوالين إن في احتمالية تراجع لمستويات الطاقة الإنتاج يعني والمخزون، ده اللي هيكلف العالم ارتفاع في فاتورة الطاقة وفي فاتورة الأسعار عالميا. ده جانب، ده شق. طب مؤتمر دافوس يعني ابتدى يكون في تخوف وبيبتدوا ينصحوا العالم. تمام. على الجانب الآخر لا يخفى على حضراتكم العقوبات اللي بتفرض على روسيا، ويعني في مقابل الحرب في أوكرانيا خفضوا طبعا الكثير من الإنتاج أو طلب الإنتاج من روسيا، فابتدت فاتورة الأسعار في العالم ترتفع. طبيعي. التخوف الثالث، وكان لي الشرف أن أنا كنت مع حضرتك وقلت الكلام ده، إذا كانت الصين خلاص أطلقت أنها هتبتدي تفتح جزئيا المجال الجوي أو مجال الإنتاج وحركة التصدير زي ما أعلنت كده من شهر يناير الماضي، يبقى هيكون في طلب زيادة على حركة الطاقة. صحيح. فاتورة الأسعار هتزيد أكتر. صحيح. وكمان اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان منظمة الأوبك قالت لك مش هتزود الإنتاج سواء الأوبك أو الأوبك بلس. فالأسعار بتزيد أكتر. التخوف في العالم كله من جراء حتى الشتاء اللي احنا فيه، وبنقول ان احنا داخلين على مرحلة صعبة، ده خاصة في القارة الأوروبية، فالطلب بيزداد أكتر. طبعا. وده اللي احنا بنشوفه في بعض الدول العربية. هل تتخيلي حضرتك رغم الأزمة دي كلها مثلا في لبنان تجاوز اللتر البنزين هناك أكتر من مليون ليرة وأكتر من ذلك. تمام. الأردن نفس الحكاية. ده لسه يعني إنه نفس التأثير ده هيبقى مردوده موجود بقى في الشارع العربي والمنطقة العربية. ده في العالم كله يا فندم، بس أنا بدي النماذج العربية لأن جمهورنا الكريم أكيد اللي متابعينا في لبنان طبعًا. أو في الأردن كلهم يعني بيشعروا بهذا الالم الكبير من جراء ان في تغير في اسعار الطاقه. أيوة. ولكن الحمد لله لغايه دلوقتي ما عندناش تغير في سعر البنزين او السولار، يعني احنا مثبتين لغايه دلوقتي، كان اخر مره في اكتوبر تم تثبيت. صحيح. من لجنه تسعير التلقائي للطاقه يعني، والحمد لله احنا اجتزنا مرحله جزئيا، ولكن تخوفنا من العالم لان الطاقه دي داخله في الكهرباء. ايوه طبعا، داخل في وسائل النقل اللي هي النقل يعني التجاره العالميه، وكمان داخله في كثير من المشروعات للمياه وطبعا للمصانع والانتاجيه وما شابه ذلك. طبعا. فالعالم كله يا فندم النهارده اكيد حضراتكم تعلموا جيدا فخامه الرئيس في الامارات من يومين. صحيح. وتحدث امام الحكومات، وكان حديثهم الشاغل برضو امام العالم كيفيه التغلب على التحديات العالميه منها الطاقه. حقيقي.
عموما يعني خلينا كده نحن يعني نتابع كل ما يحدث، ونتمنى كده ان الدنيا يكون فيها بس اي ايه بارقه امل بان تهدأ هذه الازمات. اكيد هتهدأ، ولكن يعني علينا ايه بالتأكيد. الصبر شويه. الخبير الاقتصادي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.